أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في عرض لأبرز ما سيتم شرحه في الأسبوع 18 من كتاب التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. إذا قبل أن نبدأ لابد من التذكير بأبرز الأهداف المرجو تحقيقها اليوم. إذا أهداف الدرس: التعريف بمحتويات الأسبوع وربطه بالمواد الأخرى. الموضوع الأول الذي سنقوم بشرحه سوية هو الترويح عن النفس. إذن لابد من ربطه بمادة اللغة العربية من خلال التعلم أو معرفة معنى المفردة الجديدة وهي الترويح عن النفس. دعونا نتهيأ ونستكشف من خلال المثال الآتي: تسابق نبينا صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة فسبقته في المرة الأولى، وبعد مدة تسابقا مرة أخرى فسبقها، فقال صلى الله عليه وسلم ملاطفا لها: هذه بتلك. إذا من فاز في السباق في المرة الأولى؟ إنها السيدة عائشة. من فاز في السباق في المرة الثانية؟ إنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا تستنتج من مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة؟ نستنتج أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الترويح عن النفس مع عائلته. ماذا أقصد بالترويح عن النفس؟ وما هي الوسيلة التي قام بها بالترويح عن النفس هنا؟ الوسيلة هي الجري. ورياضة الجري كما تعلمون لها فوائد، وأبرز فوائدها حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أنها تحافظ على الوزن الصحي وتخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب. إذا ما المقصود بالترويح عن النفس؟ إذا هي اختيار أنشطة هادفة مفيدة كالرياضة والرحلات والمطالعة للشعور بالفرح والمتعة، ولكنها تتناسب مع مبادئ الإسلام وأحكامه. ما أهمية الترويح عن النفس؟ لها أهمية كبيرة تعود على الفرد والمجتمع. مثل ماذا؟ أنها تقيم علاقات طيبة مع الناس، فنقوم بعمل جماعي سوية. أنها تنمي القدرات العقلية كالمشاركة في المسابقات الشعرية والثقافية. أنها تجدد الهمة للعبادة والعمل والدراسة، نقوم بعمل تغيير وكسر الروتين الذي نقوم به دائما، وتشغل وقت فراغنا بما هو نافع ومفيد. إذا لا ننسى أن الترويح عن النفس له آداب علينا أن نتقيد بها، فمثلا يجب أن يكون مباحا ومتفقا مع أحكام الإسلام، فلا يجب أن يكون ترويحنا عن النفس مثلا بالربا مثلا أو الألعاب التي تتنافى مع أحكام إسلامنا. كما علينا أن نحافظ على البيئة والممتلكات العامة فنحرص على نظافتها. ثم الاهتمام بتنظيم الوقت، فلا يكون وقتنا كله عبارة عن ترويح عن النفس فنتلهى عن عبادتنا أو عملنا أو دراستنا. كما علينا أن نتجنب إلحاق الضرر بالنفس أو الحيوانات، وعلينا أن نستأذن والدينا ونطلعهم على ما نقوم به من أنشطة ترفيهية. ثم علينا أن نؤدي نشاط ترفيهي الذي يؤدي إلى الحب والعمل الجماعي التعاوني، ونبتعد عن ما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس مثل ما يحدث في التشجيع بين المباريات. كما تشاهدون الموضوع الثاني هو عبارة عن آيات تلاوة لسورة الشورى، الجزء الأخير منها وهو الآية 44 إلى الآية 53. إذن هذه الآيات كما ترون علينا أن نقوم بتلاوتها، تستمعون إليها من صوت القدوة من خلال الرجوع إلى موقع تنزيل الموجود في المنصة التعليمية، والتعرف إلى أبرز المفردات والتراكيب الجديدة فيها والموضوعات التي تناولتها. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها لهذا الأسبوع. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب يومكم بكل ود وحب.